رسول أي مدح كان كفوا للشمائل يا رسولا بشرت فيه الرسائل أي نور قد تجلى للعقول أنت مشكاة الهداية. الحمد لله حمدا نتهيأ به للوفاء بحق تحمل الأمانة، فنقوم على وصف الامتثال للأمر الرباني في أدائها، وصلى الله وسلم على الأمين الذي استقت القلوب منه حقيقة الإخلاص في أداء الأمانة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأمين المأمون هو القدوة الذي نرى فيه مظهر الامتثال لأمر الله، وقد أمرنا الله عز وجل أن نؤدي الأمانة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. أمر أمرنا الله تعالى به، وإذا أمر جل جلاله وتعالت عظمته فأمره مطاع. أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، ومن أدى الأمانات إلى أهلها تهيأ لأن يحكم بالعدل. إذا وصل إلى حكم بالمعنى الخاص فهو حاكم في بيته، وبالمعنى الأقرب إلى العمومية وهو أن يكون حاكما على جماعة مسؤولا عنهم، والمعنى الأشهر وهو أن يكون حاكما قاضيا أو واليا أو رئيسا أو أميرا أو ملكا، بدايتها أداء الأمانة. إن الأمانة سر يودعه الله عز وجل القلوب، فإذا استقر هذا السر في القلوب لم يستطع صاحب هذا السر أن يكذب، فالكذب ينافي الأمانة. لم يستطع أن يغدر، فالغدر ينافي الأمانة. لم يستطع أن يخلف، فالخلف ينافي الأمانة. لم يستطع أن يغير حقا ليلبسه بالباطل تزويرا، التزوير ينافي الأمانة. الأمانة وصف يطلق على حسن مقابلة ما في قلوب الذين يحيطون بك، على وصف يتناسب مع أصل الصلة التي تقوم بينك وبينهم. فعندما يضع أحدهم عندك متاعا يقول هذه أمانة، من أين جاء أمانة؟ من الأمان، من أمنة. إذا ائتمنك أحدهم أي أمن في قلبه تجاهك أنك تؤدي الذي يتعامل معك على أساسه فهو قد ائتمنك، فأنت هنا مؤتمن. فإن أحسنت أداء الأمانة أيها المؤتمن صرت أمينا، فصار وصفك أنك تحسن مقابلة ائتمان الغير لك. الله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها كما جاء في كتابه وأشفقن منها،
وحملها الإنسان، أي تلقى الإنسان سر الاختيار، أن يعطى الاختيار في أن يتصرف هنا أو هنا. جميع المخلوقات تتصرف تلقاء مجبولة، جبلها الله على أن تكون كذلك فتتصرف، لم تعطى وجه الاختيار في انفعالها وتصرفها، فهي محكومة بالفطرة بالجبلة. لكن الإنسان أعطي أمانة الاختيار، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، هذا طريق خير عام وهذا طريق خير أرقى وأرقى وأرقى. ائتمنتك على أن تختار ما تريد، وبعد ذلك سأحاسبك على أساس اختيارك. أعطيتك الصلاحية، فالصلاحية الأهلية القدرة المكنة الاختيار أمانة، أودعتها قلبك وعقلك، وجعلت العالم الذي يحيط بك مسخرا لك فهو أمانة عندك، وجعلت جسدك طيعا لك فيما تريد فهو أمانة عندك، وجعلت نفسك قابلة للخير وقابلة للشر، وأوحيت إليك بوحي وبشرعة جاءتك لتقوم بها نفسك، وأعطيتك عقلا يفهم هذا الوحي ويفهم هذه الشريعة ويستطيع أن يخاطب النفس لترتقي نفسك، وتركتك بعد ذلك ماذا ستفعل؟ هذا المعنى وملحظ سر الأمانة، لهذا هي أثقل ما يحتاج الإنسان إليه. وعنها تتفرع الأوصاف، فالصدق من الأمانة، إلا أن الصدق لشدة تأثيره في الأمانة جعل أمرا مستقلا في الوصف، لكنه ضمن الأمانة، لكنه ضمن الأمانة على وصف يجعل الإنسان إن أضاف إلى الصدق الإخلاص، وإلى الإخلاص الوفاء، وإلى الوفاء الإتقان، وإلى الإتقان بذل الجهد وإعمال الوسع إعمال الفكر. هذه قصد الله في ذلك، هذه تثمر في الإنسان صفة الأمانة التي تبرز بعد ذلك في كثير من المظاهر. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أمين الله في الأرض، لقبه قومه قبل مجيء الوحي والرسالة بالأمين الصادق الأمين، لأنهم رأوا فيه صفة الأمانة، أنه يؤدي ما التزم به وما تقبل أن يلزم به اختيارا على وصف راق، صدقا وإخلاصا وإحسانا. الصدق الإخلاص والإحسان إذا اجتمعت هذه الصفات كونت أمانة. وإذا كان الإنسان قد قبل تحمل ما حمل فأداه يسمى أمينا. كان صلى الله عليه وآله وسلم مأمون الجانب تجاه غيره قبل الإسلام حتى، لهذا لما جاءه الوحي وأمر بإعلان الرسالة الشريفة صعد على جبل في مكة ونادى قريشا بطنا بطنا: إن كنت قلت لكم إن أخبرتكم أن وراء هذا الجبل جيشا يريد أن يغزوكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك الكذب قط. الصدق أحد مقومات الأمانة، شيء قد جربوه فيه، كان إذا أوكل إليه شيء أحسن أداءه، لهذا ائتمنوه. ووجه الائتمان ثقتهم بأن غوائل النفس لا تصدر عنه. أعطيت هذا شيئا من المال، قلت تاجر لي، والربح بيننا مقسوم. فلما رأى المال قد اتسع والتجارة كبرت، استثقلت نفسه أن ترى ثمرة جهده في يد غيره، فبدأ يغش في الحسابات، بدأ يخدع، بدأ يناقض الالتزام. وضعت عند أحدهم أمانة، وضع مال وقال: احفظ هذا، فإذا احتجت إليه أخذته منك. فيقبل هنا تكليف من الغير، ائتمان من الغير، وقبول للأمانة من الطرف الذي أؤتمن. قبل ثم بعد ذلك لعب بها أو أنفقها أو أضاعها أو أهملها، هذا خان الأمانة، لأن يعني وجه الاختيار هنا موجود. اخترت أن تتقبل ما أتمنك الناس عليه. غوائل النفس، فعالات النفس تجعل الإنسان يتعرض لأن يخون الأمانة. فإذا رأى الناس إنسانا صادقا مخلصا محسنا، بمعنى
لا تلعب عليه نفسه، لا تشطح نفسه بغوائلها فتختل موازين التعامل معه. يرون التعامل معه بميزان واضح، وهذا الميزان الواضح الراقي المحبوب جعلهم يأمنونه، أمنوا تجاهه، لم يعد هناك تخوف من أن يختل تعاملهم معه من جهته، لأن غوائل نفسه لا تلعب به. لهذا غوائل النفس، فعالات النفس تجعل الإنسان يتعرض لأن يخون الأمانة. فإذا رأى الناس إنسانا صادقا مخلصا محسنا، بمعنى لا تلعب عليه نفسه، لا تشطح نفسه بغوائلها فتختل موازين التعامل معه، يرون التعامل معه بميزان واضح، وهذا الميزان الواضح الراقي المحبوب جعلهم يأمنونه، أمنوا تجاهه، لم يعد هناك تخوف من أن يختل تعاملهم معه من جهته، لأن غوائل نفسه لا تلعب به. لهذا لما أعادت قريش بناء الكعبة بعد تضررها بالسيل ووصلوا إلى موطن الحجر الأسود ليعيدوه إلى مكانه، تكلم بعضهم قال إعادة الحجر الأسود إلينا، أي إلى فخيدتنا، جزء من قريش فرع. فقال فرع آخر بل إلينا، فقال الثالث بل إلينا، واشتد النقاش بينهم، وبدأوا يصلون إلى حد تكاد نار الحرب تقوم بينهم حتى استلت السيوف. نحن أولى، نحن أولى، نحن أكبر، نحن أعظم، نريد فخرا أن نضع الحجر الأسود بأيدينا. فلما رأوا المسألة كذلك بعض عقلائهم قالوا مه لا تتقاتلوا، ولكن مسافي 30 من عمره قبل الرسالة، قبل نزول الوحي. فلما رأوا أجمعوا كلهم وقالوا رضينا، نعم الأمين، رضينا بحكم الأمين، أي أنهم أمنوا في نفوسهم، شعروا بالأمان تجاه هذا أن حكمه سيكون صادقا مخلصا، لن يكون لنفسه لعب في هذا الحكم، لن يحكم لقبيلته مثلا، لو حكم لوجب عليهم أن يوافقوا لفخيدته، لبني هاشم، لبني عبد المطلب، لأنهم ارتضوا حكمه، مداموا قد ارتضوا حكمه فسيقبلون ما يقول لو كان في ضيم عليهم أو ميل أو انحياز إلى قومه أو إلى مصلحته. هذا الرجل قد أمنوا نفسه صلى الله عليه وآله وسلم أنها ليست بذات الغوائل الأمارة التي تسيء. فلما رضوا كلهم عمل الفكرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبسط رداءه ثوبا وقال ضعوا، فوضع الحجر الأسود في الثوب، وقال يأتي من كل فخيدة رجل، من كل فخيدة، من كل فرع من فروع قبيلة قريش يأتي شخص من هنا ومن هنا ومن هنا، وليمسك الثوب بأطرافه. فصارت قريش كلها مشتركة في وضع الحجر الأسود، وحملوه حتى إذا حاذ مكانه وضعه بيده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وفي ذلك إشارة إلى أن صاحب صفة الأمانة يأمنه الناس ويرضون أن ينال هو مكان من العز، لأنهم يعلمون أنه لو عز فيهم لو ارتقى فسيؤدي الأمر في مكانه. وسبب نزول هذه الآيات التي تليت إن الله يأمركم أن تؤدوا، هذه الآيات سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قبل الفتح، قبل الهجرة في مكة، ووجد باب الكعبة مفتوحا، أراد أن يدخل، فدفعه الذي عنده مفتاح الكعبة ربيعة، دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومنعه من الدخول. فقال له ما لك تمنعني عن بيت الله؟ فقال مثلك لا يدخل هذا البيت، وأغلق الباب. هم مغتاظون أن رسول الله صدع بالحق، سفه أكاذيبهم ولاعيبهم وجبروتهم. فالتفت إليه رسول الله وقال كيف بك إن جاء يوم ترى فيه مفتاح البيت بيدي أعطيه من أشاء؟ فقال الرجل إذا دلت قريش، أي إذا وصلت المسألة إليك وصار الأمر إليك وحملت أنت الأمانة ستذل قريش. هم يعلمون أن هذا الكلام غير صحيح، وهو في باطنه يعلم أن هذا الكلام غير صحيح، لأنهم جربوه من قبل، فعزت قريش بأن حميت من الفتنة والاقتتال مع بعضها البعض، وأن شاركت كلها في وضع الحجر الأسود، فكان في توليه أمرهم صلى الله عليه وآله وسلم نجاتهم. لكن الهوى إذا غلب على الإنسان، الغضب، الحقد، الكراهية، الشعور بأن هذا الذي جاء به سيغير مصالح التي تضر بالناس، عنده مفاتيح الكعبة يسترزق من وراء ذلك، كذا كذا، والهوى مناقض للأمانة، وهو أعظم عدو للأمانة سطوة الهوى. غوائل النفس تأتي من تقلبات الهوى،
فيخل الإنسان بالتزامه، يخلف وعده، يكذب في قوله، يخون في أمانته. فقال إذا ذلت قريش، فقال رسول الله بل عزت قريش. هو يرى أن قريشا آذت رسول الله، أن كثيرا من قريش آذوا رسول الله، أن أكثر زعمائهم قد تعدوا على رسول الله. إذا جاء اليوم الذي يحكم رسول الله شان مكة ويستطيع أن يعطي المفتاح لمن شاء، يقول ستذل قريش. قال بل عزت قريش. ودارت الأيام وجاء فتح مكة، ودخلها فاتحا في 10,000 من الجند، ومنع إهراق الدماء صلى الله عليه وآله وسلم، وصعد وقال افتحوا الكعبة، يريد أن يحطم الأصنام التي فيها. فصعد ذلكم الرجل إلى أعلى الكعبة وأخذ معه المفاتيح حتى لا يعطي رسول الله المفاتيح، صعد إلى ظهر الكعبة. وهذا نوع من, 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 من ردة الفعل في النفس، شعور أنه هزم. فأمر رسول الله الإمام علي بن أبي طالب إن كرم الله وجهه رضي الله عنه، فصعد إلى أعلى الكعبة ولوى يد الرجل وأخذ المفاتيح وأعطاها رسول الله. ففتح رسول الله الكعبة، حطم الأصنام التي تعبد من دون الله الأحجار في الكعبة وطهرها من ذلك وأبرز طهرها الأعظم، وخرج صلى الله عليه وآله وسلم. فاستشرف سيدنا العباس رضي الله عنه، قال يا رسول الله ضم إلينا مفاتيح البيت مع السقاية. السقاية كانت لبني هاشم، سقاية الحجيج، فكانوا كراما. فأمل سيدنا العباس أن يأخذه أيضا حجابة البيت، أن تكون مفاتيح البيت عنده، وكان يستحق ذلك لأنه مسلم والرجل لم يسلم بعد. فلما قال العباس أعطنا يا رسول الله مفاتيح الكعبة، أنزل الله هذه الآيات، أو تلا رسول الله هذه الآيات، والتفت إلى الرجل وقد بدأت أنوار الإيمان تداخل قلبه، لما رأى سماحة رسول الله، لم يكذب عليهم، لم يخن أمانة، عاش معهم حياة رأوا فيها أمانة، حتى وهم يخاصمونه في مكة ويعادونه ويضربونه ويسيلون دمه ويضعون الأقذار عليه وهو ساجد، مع كل تصرفاتهم لم يخنهم. أموالهم، نفائسهم، أماناتهم كانت في بيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانوا حتى بعد إعلانه الرسالة بالتوحيد ونفي الشرك، كانوا مع ذلك مع معاداتهم له، مع إيذائهم إياه، يضعون الأمانات الضنائن التي يخافون أن تسرق يضعونه عنده. طيب أنتم ضده، تكذبون، تسفهون، تتكلمون عليه، نعم، لكن قلوبنا متأكدة متيقنة أن هذا الرجل لا يخون، هو محل أمن، كانوا يضعون أماناتهم عنده. ولهذا أخر سيدنا علي بن أبي طالب عندما احتاج، عندما أمره الله بالهجرة هاجر، فترك عليا بعده في مكة ليوصل الأمانات التي في المنزل إلى أهلها، إلى من؟ إلى أعدائه، إلى الذين يقاتلونه، إلى الذين آذوه، إلى الذين اضطروه أن يخرج من أحب البلاد إليه، إلى الذين آلموه، إلى الذين عذبوا أصحابه، إلى الذين ذبحوا أصحابه، قتلوا ياسر، قتلوا سمية، عذبوا الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء عظم الأمانة في روحه وفي قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، جعلته يؤدي حقوقهم إليهم بالرغم من السوء الذي واجهه فيه به. لهذا الرجل رسخ في قلبه أن الذي أمامه أمين صادق هو رسول الله. ولما رأى حقنه للدماء وعدم تشفيه في كفار قريش، عدم انتقامه من الذبح الذي حصل منهم لأصحابه والأذى الذي نال أحب الناس إليه حمزة قتل وذبح وألقي، لما رأى هذا الصدق، هذه الأمانة، هذا الرقي، عرف أن الحق عند رسول الله. فلما رأى رسول الله الإيمان فيه والإسلام بارز عليه، ناوله رسول الله مفاتيح الكعبة وقال خذوها، أي ذبيلتكم فرعكم، خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. فمات الرجل بعد ذلك، فتلقاها أخوه شيبة إذا لم يكن له ذرية، وبقيت في بني شيبة وذريته إلى اليوم، الذين يسمونهم بني شيبة، بيت الشيبي، إلى الآن مفاتيح الكعبة عندهم، لا يجرؤ ملك على أخذها منهم لأنه علامة على ظلمه. من حسن أداء الأمانة وللحديث بقية، سأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن أداء الأمانة كما يحب ويرضى. وأين نحن في ذلك ممن يقتل ويغدر ويؤذي ويخون من يتمنه بحجة أنه خالفه في الرأي، في المذهب، في المسلك، في العمل، في الدين؟ الأمانة الأمانة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حار فكري لست أدري ما أقول،
أي طهر ضم